ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. دماجة روى المصنف بسندي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها. قيل: يا رسول الله، إن البكر تستحي أن تتكلم. قال: إذنها سكوتها، إذنها سكوتها. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح السيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصمود. لا تنكح البكر السيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. هذا الحديث صار مفسرا لقول ابن عباس: الأيم أحق بنفسها. عندما قال الأيم أولى بنفسها، الأيم على الإطلاق في اللغة هو المرأة التي لا، هي المرأة التي لا زوج لها، سواء كانت سيبا أو بكرا، لكن في عرف الشرع المقصود بها المرأة السيد، المقصود بها المرأة السيدة. وفي رواية قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعرب عن البكر، تعرب عن نفسها الأيم السيب، تعرب عن نفسها السيب، تقول: أريده، لا أريده، رده، اقبله. نعم، السيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها، والبكر رضاها صمتها. عندنا هذه المسألة مسألة مهمة في هذا الباب، وهي في مسألة الزواج. الأصل فيها النكاح هنا أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، سواء للسيب أو للبكر. على الراجح الصحيح لا نكاح إلا بولي، وهذا الأمر على السيب وعلى البكر، هذا الأمر على السيب وعلى البكر. لكن السيب قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هي أولى بنفسها من وليها، يعني أولوية الاختيار عند الجمهور، عند الأحناف يقولون أولوية الزواج أن تزوج نفسها. وهذا سأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: فالسيب تعرب وتعرب عن نفسها، تقول: أريد أو لا أريد. والأيم هنا هي السيب، السيبة لا زوج لها. وفي قوله تستأمر يعني يطلب منها الأمر، وهي الصغيرة تستأمر، وقال: إذنها صماتها. أفادت هذا الحديث بأن الأيب وهي الأيم وهي السيب لا تجبر، ولاية الإجبار لا تكون عليها، لا تجبر على النكاح. يعني لو جاء ممن لا ترغبه وقالت: لا أريده، فأجبرها وليها على الزواج به، لها أن تفسخ هذا الزواج، لها أن تفسخ هذا الزواج. أما البكر فإنها تستأذن، والإذن هنا بأن تعطي إشارة على أنها قبلت. والبكر كانت يعني تراها تبكي، تراها تفرح، تراها، قال: إذنها صماتها. يعني الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصمت إذنا وإشارة. لأنها تستحي أن تفصح عما تريد البكر، لكن قد تعطي علامات القبول بالصمت، بالبكاء البارد، يعني دموعها تكون باردة، بالابتسامة العريضة، بالإحالة مع الاستحياء. ويش 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 انت، ويش انت قطعت الحرف اسكندرية، قطعت دايت مني. قل له يا رجل. نعم، معذرة.
وأهل العلم فرقوا بين البالغة وغيرها في مسألة الإذن بالصمت بالصمت يعني. فالسيب البالغ لا يزوجها الأب ولا يجبرها عليه ولا يكون ذلك إلا بالرضا، وقد جاء حديث عن ابن عباس بأن رجل زوج ابنته وكانت ترفضه وأراد قالت يا رسول الله زوجني لابن أخي أراد أن يفعل خصيصته بي، فجعل أمرها بيدها أن تفسخ وما أرادت أن تفسخ لكنها أرادت أن تبين أن المرأة لها الحق الفسخ في ذلك. فالسيب لا يزوجها وليها إلا برضاها، والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقا حتى الأحناف يقولون بذلك اللي هي ولاية الإجبار. والسيب غير البالغ اختلف فيها العلماء، قال الإمام مالك وقال أبو حنيفة يزوجها أبوها كما يزوج البكر، وقال الشافعي أبو يوسف ومحمد لا يزوجها إذا أزالت البكارة أو زالت البكارة بالوطء، يعني إن كانت سيبا بوطء فلا، لأن لا الحق عن الإعراب عن نفسها. احنا عطونا لا الحق أن تعرب عن نفسها. والحديث دل أنه لا إجبار على المرأة السيب، لا إجبار على المرأة السيب، ولاية الإجبار لا تكون على السيب، لأن النبي ماذا قال؟ قال الأيم أولى بنفسها من وليها، فلا إجبار عليها. فإن امتنعت كما قلنا لا يصح تزويجها، وإن أجبرها فلا الفسخ، وإن أجبرها فلا الفسخ. واستئذان البكر ولو كانت صغيرة من المستحسن، قال والبكر تستأمر وتستأذن وتستأذن، قال وإذنها صماتها. والاستئذان استطابة للنفوس، وقبول المرأة للرجل في هذا الباب بعد استئذانها حتى لا تشعر بأنها أجبرت عليه فتكره وتستحيل العيش بينهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أولى بنفسها، وفي رواية أحق بنفسها، يعني من وليها. وهنا لما يقول أحق تمسك به الأحناف أنها لها أن تزوج نفسها، وهذا والله محتمل نعم، لكن المحكم يرده. المحكم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل. وأبو هريرة يقول كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها أنها زانية. وانظر هنا في قولي أحق، في قولها حق فيها دلالة على هناك حقان، حق للولي وحق لها، وإن كان حقها مقدم على حق الولي، بأنها تقول أريد لا أريد، لا تجبرني ولو أجبرها لها أن تفسخ. معناها أن لها في نفسها النكاح حقا ولوليها حقا، وحقها أوكد من حق الولي، وهذا يدل لنا دلالة واضحة جدا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنفسها، لها الحق أن تقول أريد أو لا أريد، أرده ما أريده، وأفسخ العقد لو أجبرني، لكن ليس لها الحق المطلق أن تزوج نفسها. هذا بعيد جدا ومخالف للمحكمات التي جاءت لا نكاح إلا بولي وشهد عدل. ولو أرادت أن تتزوج كفؤا يعني هو كف، فامتنع الولي أجبر على أن يزوجها لأنه يعضلها بهذه الطريقة، وإلا فالقاضي يزوجها، وطبعا أو وكيل القاضي وكيل ولي الأمر. فدل على تأكيد حقها ورجحانه. حبيبي أنتوز خلينا بس على اليمين، إن احنا في نزل مدينة ميدان الرماء نزل، احنا لا في اليمين عادة على اليمين على طول مش عايزة. وقد وقعت مسألة أخرى فيها خلاف بين العلماء، في الأب يزوج البكر البالغ بغير إذنها، قال الإمام الأوزاعي لا 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 أنا أطولها
قال الإمام الأوزاعي والثوري وأيضا الحنفية وافقهم أبو ثور يشترط استئذانها، فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح. هذا في البكر البالغ. والحق أن ولاية الإجبار قال به الشافعي وقال أحمد وأسحاق، وبه قال مالك يجوز للأب أن يزوجها ولو كانت بالغا بغير استئذان. والدلالة على ذلك أن النبي قال الأيم أولى بنفسها من وليها، يبقى إذن البكر ليست بأولى، بل الولي أولى بالبكر من نفسه. المفهوم هنا هو حجة الشافعية والمالكية وأحمد وإسحاق في ولاية الإجبار هنا، حتى ولو كانت البكر بالغة رشيدة فله أن يزوجها دون أن يستأذنها. والاستئذان ما هو إلا استطابة للنفوس. احنا أخذون من بحبيب أيوبس يطلع بعد كده. كما قلت دليلهم في ذلك مفهوم المخالفة. والاستئذان يكون استطابة للنفوس، وكلام احنا في هذا الباب فيه قوة، كلام احنا في هذا الباب فيه قوة، لأن النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، ففيها دلالة للأحناف أن البكر لا يجبرها أبوها ولا غيره. والحق أن نقول هنا قوة الأحناف في التمسك بالأثر أقوى، قوة الأحناف في التمسك بالأثر أقوى، والحديث ظاهر جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، والمفهوم لا يقاوم المنطوق. قال لا تنكح البكر سواء بالغا أو صغيرة، يعني ولكن الصغيرة باتفاق خرج بالإجماع، فالبكر البالغ لا يجوز إجبارها، لا يجوز إجبارها. والمفهوم لا يقاوم المنطوق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. ولذلك قالوا الصغيرة تخرج، لأن مسألة الإذن لمن كان محلا للإذن والصغيرة ليست محلا للإذن، لا تفهموا أصلا. والأعطف عليها الأب، والأعطف عليها الأب. فالراجح هنا هو كلام الأحناف، وأن البكر البالغ لا يجوز لأبيها أن يجبرها، البكر البالغ لا يجوز لأبيها أن يجبرها. هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب العظيم، في باب إجبار المرأة أو الولاية عند النكاح. وخلاصته كما قلنا السيب أو البكر، وإن كانت السيب أولى بنفسها لسنا يمين على طول على طول، وإن كانت السيب أولى بنفسها لكنها كما قلنا لا تعدي الحدود، أولى بنفسها أحق بنفسها أن تقول أريده أو لا أريده، لكن ليس لها الولاية المطلقة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الفوائد المستنبطة، كرامة المرأة لا تعرف إلا في الإسلام، كرامة المرأة حقها لا يعرف إلا في الإسلام، كفى الإسلام لها كرامتها. عند تعارض المفهوم والمنطوق، المنطوق يقدم لأنه الأقوى من باب التعادل والترجيح. والمنطوق لا تنكح البكر حتى تستأذن، المفهوم الأيم أولى بنفسها، يبقى البكر ليست أولى بنفسها. قلنا هذا مفهوم أيضا فيه ضعف، والمنطوق أقوى منه فيقدم المنطوق. جواز العمل بالإشارة المفهمة، جواز العمل بالإشارة المفهمة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم،
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم. بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم.